فوز سفير البرازيل في منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو برئاسة المنظمة ليصبح خلفاً للفرنسي باسكال لامي. النتيجة جاءت بعد منافسة أمريكية لاتينية بامتياز بين أزيفيدو ووزير التجارة السابق في المكسيك إرمينيو بلانكو. أزيفيدو المعروف بمهارته الدبلوماسية الواسعة يواجه ولاية صعبة، وخصوصا بعد فشل المباحثات الدولية في الدوحة المستمرة منذ 12 عاما في التمكن في تفعيل التعاون الاقتصادي العالمي، ما دفع بعض الدول إلى تفعيل علاقات ثنائية.